الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة فاطر وقد وصلنا إلى الآية 11، وهي قوله تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. مرة ثانية في القرآن الكريم من حين إلى آخر إشارات إلى آيات كونية، ولأن الله عز وجل جعل الآيات الكونية دالة عليه وطريقا إليه وسببا لمعرفته، حيث قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن كأن الله عز وجل يدعونا إلى أن نعرفه بهذه الطريقة، من هذا الأسلوب، بهذا السبب: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أحياناً قد يزداد الإنسان علماً بأمر الله ولا يزداد علماً بالله، ضعفه في تنفيذ هذه الآيات. إذا ازداد علمه بأمره ولم يزدد علمه به ينشأ التناقض، يعلم ولا يطبق، يقتنع ولا يسلك. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. إذن لا بد من أن نتحرك على خطين، على خط معرفته وعلى خط معرفة أمره. وإذا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم آيات كونية فهذه عنوانات في موضوعات التفكر، وقد أمضينا في الدرس الماضي جزءاً كبيراً منه في الحديث عن آية السحاب والأمطار والرياح وما إلى ذلك. واليوم ربنا عز وجل يقول: والله خلقكم، يعني أنت أيها الإنسان العاقل لو رأيت قطعة من خشب ورأيت علبة من خشب، قطعة الخشب وعلبة الخشب كلاهما من خشب، لكن العلبة لا بد من يد صانع صنعها، تحكم بعقلك أنه لا بد لهذه القطعة من الأساس المصنوعة من الخشب من صانع صنعها، ومن مصمم صممها، ومن مكون كونها. أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، كما قال هذا الأعرابي ببساطة. البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ الله عز وجل يقول: والله خلقكم، يعني نقطة ماء تصبح طفلاً بعد أشهر 9. ما هذا الطفل؟ كائن له جلد، في دماغ، بدماغه في 140 مليار خلية،
14 مليار خلية قشرية، أعصاب، هيكل عظمي، عظام متحركة، عظام ثابتة، مفاصل متحركة، مفاصل ثابتة، عضلات مخططة، عضلات ملساء، جهاز هضم، الفم واللسان والبلعوم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والامتصاص والكبد والبنكرياس والرئتين والقلب والدثامات والأوردة والشرايين والغدد الصماء والغدد ذات الإفراز الداخلي والخارجي. هذا الطفل الصغير. الكبد يقوم ب5000 وظيفة، والقلب يضخ في اليوم الواحد ما يساوي 8 أمتار مكعبة. يعني لو قرأت أي كتاب بين يديك، كتاب بسيط جدا في التشريح، لرأيت العجب العجاب. هذا الطفل، يعني من خلقه؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ كائن، أعقد كائن في الكون. يعني ماذا أقول لكم؟ لو أن الإنسان علق من رجليه وأسقيناه كأس ماء لصعد الماء نحو الأعلى على خلاف قانون الجاذبية، لأن المري مجهز بعضلات دائرية تتقلص تباعاً فتدفع الطعام نحو الأعلى. لو علق من رجلي، الأشياء التي يمكن أن تقال عن جسم الإنسان شيء يفوق حد الخيال. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ من الذي صمم أن الشعر والأظافر ليس فيها أعصاب حس مثلاً؟ من؟ لو أن الله عز وجل أودع في الشعر والأظافر أعصاب حس لاحتجنا إلى عملية في مستشفى كي نحلق رؤوسنا. تخدير عام. من جعل في العظام أعصاب حس؟ الإنسان حينما لا سمح الله تكسر رجله لشدة الألم المتولد من أعصاب الحس يبقيها كما هي، وإبقاء رجله المكسورة كما هي 4 أخماس علاجها. من جعل في الأنف هذا الشعر ولم يجعل في الفم ذلك الشعر؟ لو أن الشعر في الفم أيضا كيف نأكل؟ من جعل هذا المفصل؟ لولا هذا المفصل لاضطر الإنسان أن يأكل كالقطة، ينبطح على الأرض ويأكل الطعام بلسانه فقط، لولا هذا المفصل. خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك. طيب هذا الخلق ألا ينبغي أن يلفت نظرنا؟ الله عز وجل يقول والله، يعني هذا الخلق العجيب، هل رأيت أن هناك تعديلا طرأ على خلق الإنسان؟ هل سمعت إنسان له موديل مثلا؟ ممكن منذ أن خلق الإنسان خلق خلقا كاملا، معنى ذلك أن خبرة الله قديمة. أما الإنسان خبرته تنمو، كل سنة يعدل، يتلافى نقص، يقوي مكان ضعيف، يحل مشكلة في الآلة. كلما تقدم الزمن نمت خبرة الإنسان. أما ربنا عز وجل خبرته قديمة، منذ أن كان الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء، وكان الله عليما حكيما، وكان الله خبيرا، خبرته قديمة. يعني أنا قصدي أن الله عز وجل يبين لنا هذا الإنسان، يعني هذا الماء 300 مليون حوين باللقاء الزوجي، والحوين في رأسه مادة نبيلة مغلفة بغشاء رقيق، فإذا اصطدمت بالبويضة تمزق الغشاء فخرج هذا السائل النبيل فأذاب جدار البويضة ودخل هذا الحوين وتم اللقاح. والله أيها الإخوة الأكارم، والله خلق الإنسان في الرحم شيء لا يصدق.
الولادة، ثم السبيل يسره، شيء لا يصدق. الأعصاب، العضلات، الأجهزة، الغدد، يعني الإنسان ينام، ينام. حينما ينام ماذا يحصل؟ يحصل أن جسمه في هيكل عظمي، وفوق العظام في عضلات، وتحت العظام في عضلات. فالعضلات التي فوق العظام وزنها يضغط على العضلات التي تحت الهيكل العظمي. حينما تضغط هذه العضلات تضيق لمعة الأوعية الدموية، تضعف التروية، فيتقلب الإنسان. ما الذي يعطي تنبيها للدماغ أن هذه المنطقة قد ضغطت وضاقت لمعة الأوعية الدموية فيها، فيتقلب الإنسان على شق آخر وهو نائم؟ ربنا عز وجل قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من الذي جعل هذا الإنسان يتقلب في الليل ما بين 35 مرة إلى 39 مرة وهو لا يدري؟ لكن مو على جنب واحد، كان وعي مع التخلف. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مرة هكذا مرة هكذا. صنع من؟ وأنت نائم يزداد إفراز اللعاب في فمك، فيأتي تنبيه إلى الدماغ زاد اللعاب، فيعطي أمرا للسان المزمار بأن يفتح، يغلق على الرغام، على القصبة الهوائية، ويفتح المريء فيسيل اللعاب إلى مكانه الطبيعي. وأنت نائم، وأنت نائم. من أعطى أمرا لهذه الحدقة تتسع إذا اشتد الظلام؟ ومن أعطى أمرا وأنت لا تدري كي تضيق إذا اشتد النور؟ راقب عينك بمرآة، تتسع الحدقة إذا اشتد النور، إذا ضعف النور، وتضيق إذا اشتد النور. صنع من؟ والله خلقكم، هو الخالق. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في بالعين، في بالأنف، في بالأذن، في باللسان، في بجهاز الهضم، بجهاز الدوران، بجهاز التصفية. الشيء العجيب الذي هي حقائق بسيطة جدا يدرسها طلاب التعليم الثانوي، وفي الجامعة حقائق أعقد، والآن في بحوث ومعلومات أدق بكثير عن خلق الإنسان. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني الإنسان في بين يديه وسيلة إيضاح وأداة لمعرفة الله لا تنقضي طوال حياته. لو أمضى كل حياته في التفكر بخلقه لما انتهى من عجائب هذا الجسم العجيب. إذن الله عز وجل يقول: والله، يعني هذا القوام. من قال للعظام توقفي عن النمو؟ من قال؟ أجيبوني، ما أحد يعرف. هذا العظم ينمو وينمو. مرة سألت أستاذ، قلت له: ما الذي يجعل هذا العظم يقف عند هذا الحد؟ لأن الله قابض وباسط. فقال لي إجابة مضحكة، قال لي: كأن هناك خطا في الفراغ تتحرك العظام نحوه، فإذا وصلت لهذا الخط توقف نموها. طيب من رسم هذا الخط يا أستاذ؟ من هو القابض؟ لو أن الإنسان يزداد طوله إلى ما شاء الله، هذا مرض خطير اسمه العملقة. الأسنان تقف عند حد، والعظام عند حد، والشعر عند حد، هذا من اسم القابض. طيب أنت تذهب لتنام، من الذي صمم جسمك أن حركة الرئتين تعملان آلياً؟ لو أن الله عز وجل أوكل إليك التنفس، هل بإمكانك أن تنام؟ إذا نام الإنسان مات. ولحكمة أرادها الله عز وجل، يعني كل 200-500 ألف إنسان يصاب بمرض مركز تنبيه الرئتين يصاب بتلف، هذا الإنسان لا يستطيع أن ينام أبداً، فإذا نام مات. بعد لأي وجهد طويلين وصل العلماء إلى حب
يأخذه هذا المريض كل ساعة ليستطيع أن ينام. فأعرف شخص في دمشق أصيب بهذا المرض، فهذا الدواء يجب أن يأخذه الساعة 9 والساعة 10 و11 و12 و1 و2 وإلا بيموت. طيب أنت بتروح يا داوي باللغة العامية، طيب أمور قلبك، أمور رئتيك، أمور لسان المزمار، أمور التقلب، ابحث عن الحركات المعقدة التي تجري وأنت نائم، ابحث عن الفعالية. الهضم، لو أكل الهضم إليك تعشيت ونمت، البنكرياس ما صبيناها لا حول الله، تأخرنا ساعة البنكرياس وساعة الصفراء وساعة الأمعاء الدقيقة وقفت ما اشتغلت وساعة الأمعاء الغليظة، أنت رايح نايم، أنت بتلاقي اللعاب والمري والمعدة الحركات والمواد الهاضمة وحمض كلور الماء والبنكرياس من جهة والصفراء من جهة والإفرازات الداخلية وحركة الأمعاء اللولبية إلى أن يصبح هذا الطعام دما وأنت نائم. حركة القلب، لو أن الإنسان أوكد إليه حركة قلبه شغلة صعبة كثير، تتعطل أعماله كلها. لو أوكد إليه تصفية دمه تتعطل أعماله كلها. لو أوكد إليه التنفس فقط. فهذا الرجل اشترى 4 منبهات، طبعا آوى إلى فراشه الساعة 10، إذا على 11 يأخذ حبة، بيرجع بينام 12 بيأخذ حبة، بيرجع بينام 1 بيأخذ حبة، بيرجع بينام 2 بيأخذ حبة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ له ابن بأمريكا، جاء من سفر بعيد، من فرحه به سهروا سهرا طويلا وضربت المنبهات فلم يستيقظ، فرأوه صباحا ميتا. فأنت كم جهاز في عندك جسمك؟ جهاز حركة الرئتين الآلية، ضربات القلب الآلية، الهضم الآلي، التصفية الآلية، بلع البلعوم الآلي، التقلب الآلي، هذا كله هو أنت نائم. الله عز وجل يقول والله خالق هذا الكون هو الذي خلقكم، قال من تراب. المعنى الأول أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب، فهذا نسبة إلى الأصل، ما دمنا من آدم جميعا وآدم من تراب إذا نحن من تراب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، أنت الآن حينما يأتيك غلام لتوه وزنه 3 كيلو، بعد 20 سنة صار وزنه 70 كيلو أو 80 أو 60، طرح 3 من 70، من أين جاءت؟ من الطعام والشراب، من تناول الأطعمة والأشربة. طيب هذه الأطعمة من أين جاءت؟ خطر في بالي أنه 1000 بذرة خيار وزنهم 16 غرام، 16 غرام، هذه 1000 بذرة تعطي في شروط عالية جدا 16 طن، يعني البذرة إذا كان الغرام عطى 1000 والألف 1000، يعني مليون 1000 1000، مليون ضعف. طيب من أين جاء هذا الوزن؟ 16 غرام وزن البذور تعطي 16 طنا، أليس من التراب؟ من التربة. الآن تدخل إلى محقل زراعي تلاقي فيه مجموع خضري كبير جدا له وزن، من أين جاء هذا الوزن؟ من التراب. المعنى الثاني أن هذا الوزن الذي حصلته، فارق الوزن بين وزن الولادة ووزن الحالي، هو من الطعام والشراب، والطعام والشراب من التراب. فإذا قال الله عز وجل والله خلقكم من تراب، شيء رائع، يعني أنت من هذا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعلام الكبر، إذا كنا من تراب ومصيرنا إلى التراب، والتراب يداس بالأقدام، خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استعطى في الهواء لويدا لاختيالا على رفات العباد، هكذا يقول بعض الشعراء.
والحمد لله رب العالمين.